داركودز، الغابة السوداء في كندا، كانت ملكية خاصة لعائلة فورتنبرغ الألمانية لمدة 42 عاماً. هنا تعيش آخر سلالة الأيائل الجبلية ونسل نادر من السلمون في المياه النقية، وتدخل خفافيش مهددة بالانقراض في سبات شتوي. اليوم تعود 55 ألف هكتار من الأراضي الطبيعية إلى كندا، وبدلاً من مراقبي الأحراج الألمان تعتني منظمة نيتشر كونسيرفيرسي والعلماء بداركودز اليوم. كوري لاوسن خبيرة خفافيش. جيري نيلستون حارس الأنهار. وعالم النباتات أدريان ليزلي يريدون معاً الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الفريد وتحويله إلى منطقة رائدة في كندا. تقع داركودز في جنوب كولومبيا البريطانية وبالقرب من جبال روكي. تمتد غاباتها القديمة مع الأشجار الصنوبرية العظيمة على طول ضفاف بحيرة كوتيناي. تجمع البحيرة المياه من الجبال المحيطة. جنباً إلى جنب مع المحيط الهادئ، فإنها تشكل المناخ بفضل الكثير من الغيوم والأمطار. داركودز غابة مميزة، إنها غابة الأمطار الباردة مع نباتات الشكران الضخمة وشجر الأرز العملاق. معظم الحيوانات العاشبة أو الحيوانات المفترسة تقضي الشتاء في الوديان بسبب تساقط الثلوج الشديد. نوع واحد فقط يجرؤ على الصعود في الجبال حتى ذلك الحين. هذه هي الطريقة التي تجنبت فيها المنافسة على الغذاء والبحث عن الحيوانات المفترسة لآلاف السنين. عالم الأحياء ليو دي جروت يبحث عنها الآن. الأيائل الجبلية تحلق المروحية فوق جبل فورتنبرغ، يخلد اسمه موطن مالكه السابق كارل هيرزوغ فون فورتنبرغ. مجدداً ندوب الغابات واضحة. قطع الألمان الأشجار بشكل انتقائي وأعادوا تشجير المناطق الخالية، ومع ذلك تركت بعض المناطق دون تغيير حتى اليوم. إنها ملجأ لبعض حيوانات الأيل الجبلية الأخيرة، بينما يتقلص مسكنها الطبيعي من حولها بسبب قطع الأشجار في الغابات الكندية. يريد ليو تقييم هذه الحيوانات النادرة. إنه يريد أن يعرف ما إذا كانت حماية مساراتها وأشجارها الغذائية القديمة أمراً مؤثراً. أريد أن أعرف إذا كان طريقها ينتهي هنا، وأتساءل إذا كانت تعبر عبر الجليد والثلوج. انظر إلى اليسار حيث تتوقف. حسناً، وجدتها. يلاحظ ليو أن هناك الكثير منها كما في الخريف. إنها علامة جيدة. يسجل عالم الأحياء الموقع الدقيق للحيوانات. تتمتع جميع الأيائل الجبلية بصحة جيدة، ويبدو أنها وجدت ما يكفي من الطعام خلال فصل الشتاء في داركودز. لقد زود ليو العديد من الحيوانات بأجهزة إرسال. فقط عندما يعرف مكان وجودها يستطيع عندها حمايتها. بفضل أقدامها الضخمة المغطاة بالفراء، طاع
تصل الأيائل الجبلية إلى مناطق تشكل عقبة أمام الحيوانات الكبيرة الأخرى. الحيوانات المفترسة لا تصل إلى هذا المكان البعيد أيضاً، إنها تغرق في الثلج العميق. ولكن عندما كانت طرق الغابات تقود صعوداً إلى الجبال، كانت الذئاب قادرة على تعقب الأيائل، وكانت تسبب أضراراً جسيمة بين هذه الحيوانات النادرة. في الوقت الحاضر أغلقت الطرق في داركودز أمام حركة المرور، وأصبحت مكسوة بالأعشاب. الآن أصبحت الأيائل مرة أخرى في أمان هنا. تطورت أحذية الشتاء في مملكة الحيوانات في حالات متعددة. أقدام الأرنب أصغر بكثير من حوافر الأيائل، لكن المبدأ هو نفسه: جسم خفيف على قدم كبيرة، وعند نشر أصابع القدم يصبح حذاء الثلج ضخماً. البوم الرمادي العظيم يتخصص في الثلج العميق أيضاً عن طريق حاسة سمع ممتازة. قرر أحد الأرانب الثلجية ارتداء معطفه الصيفي في وقت مبكر جداً، لكنه فقد تمويهه. يستطيع البوم رؤيته بسهولة، ولكن من مسافة بعيدة اكتشفت أذن البوم الحادة هرولة هادئة تحت الثلج. الفريسة الصغيرة هدف سهل. مع ذلك هناك حسان. مع ردود فعل سريعة يصل البوم وفريسته إلى بر الأمان. يبدو أن المنافسة يجب أن تستمر في البحث عن نفسها. في داركودز هناك أيضاً حيوانات لم تتكيف مع الحياة في الجليد والبرد، عليها أن تجد مكاناً للسبات. الخفافيش تقضي الشتاء في الغابات الميتة أو تحت لحاء كثيف من الأشجار القديمة، ولكن أين تذهب إذا لم يكن هناك شجر قديم؟ عالمة الأحياء كوري لاوسن تعرف أين تختبئ. في مناجم الذهب والفضة المهجورة. هنا فقط العالمة لديها حق الدخول. بالنسبة لعالمة الأحياء، من الأسهل العثور على الحيوانات وتقييمها في الكهوف أكثر من الخارج. لكن الوصول إلى الخفافيش أبعد ما يكون عن المهمة السهلة. تحول الشلالات المتجمدة المسار إلى منحدر زلق، وفي أوائل الربيع هناك احتمال متزايد بأن تكسر المياه الذائبة الجليد. تشكل الأنفاق التي صنعها الإنسان أماكن مثالية للاختباء بالنسبة إلى الخفافيش. تغطي الأنفاق مئات الكيلومترات تحت الأرض من داركودز. بالنسبة لكوري، إنها دائماً معجزة كيف يمكن لهذه الحيوانات الصغيرة أن تجد طريقها في متاهة الأنفاق. بمجرد وصولها إلى وجهتها، لا ترغب عالمة الأحياء في معرفة أنواع الخفافيش التي تعيش في داركودز فقط، لكن أيضاً كيف تتصرف هذه الحيوانات في هذه المساكن الجديدة في فصل الشتاء. هذه حقاً مجموعة مثيرة للاهتمام من الخفافيش. في الواقع توجد هنا فصيلتان في سبات، هذا الخفاش الليلي والخفاش ذو الشعر الفضي.
الآن هذان النوعان اللذان أراهما يتواجدان عادة في هذه الغرف الساخنة والدافئة في المناجم، لكن من المثير للاهتمام فعلا أنني لا أراهما عادة يتجمعان معا. من ناحية أخرى، لا يحب خفاش تاونسند صاحب الأذنين الكبيرتين الرفقة. إنه أول من يستيقظ في أوائل الربيع وسيضخ دمه في أوعية جسمه. بهذه الطريقة يصل درجة حرارة التشغيل. من الواضح أن الخفافيش الليلية لديها خدعة أخرى، إنها تجلس على ظهر الخفافيش ذات الشعر الفضي الأكبر حجماً لتدفئة نفسها. يدرس بحثي الشتوي أيضاً طريقة تجولها وتصرفها في فصل الشتاء، ويمكنك بالفعل رؤية جهاز إرسال سلك استشعار رفيعاً جداً كنت قد ألصقته على أحد الخفافيش. معظم الخفافيش لا تطير في فصل الشتاء، فقط عندما ترتفع درجة الحرارة تصطاد بين الحين والآخر، ولكن البداية تكون فقط في الكهف. الحشرات التي تكون في سبات ولا تتحرك أبداً تبقى على قيد الحياة. تلك التي تتحرك منها تعرض نفسها لخطر اكتشافها. بعد حوالي 8 أشهر من الشتاء يصل الربيع ببطء إلى داركوود. تحول المياه الذائبة داركوود إلى غابة من الماء. الآن يقود الجوع الدببة من مأواها الشتوي إلى الوديان، لأن جليد الأنهار يذوب أولاً ويساعد في نمو العشب. سيكون الأمر أسهل على الغزلان أيضاً عندما تكون الأنهار خالية من الجليد وتحضر معها حمولات مثمرة من الجبال. تعد سهول بحيرة كوتيناي الواقعة عند سفح الجبال الآن مكاناً مهماً ترتاح فيه الطيور المهاجرة، فهي الأكبر في كل كولومبيا البريطانية. بفضل المناخ المعتدل تجد الطيور الكثير من الطعام في وقت مبكر من العام. أسراب الأوز الثلجية ترتاح على بحيرة كوتيناي قبل الطيران إلى القطب الشمالي. بجع البواق وأسراب من طيور الغرة تتغذى على الأعشاب المثمرة تحت سطح الماء، بينما يحاول العدو التسلل إليها. تبين أن محاولة هذا النسر الصغير غير موفقة في بداية موسم الصيد. ومع ذلك فإن فريسته موجودة بوفرة الآن. الصيد الناجح يجب أن يكون سهلاً جداً بالنسبة إليه. لكن طيور الغرة لديها استراتيجية دفاعية. إنها تربك المهاجم من خلال تشكيل مجموعات وتغيير مسارها وتحويل المياه إلى جدار سميك من الرذاذ. يفقد النسر الشاب صبره، وفي النهاية يفقد شهيته لطائر الغرة.
نظراً لأن الربيع قصير جداً، يتعين على حيوان واحد لا تتوقع وجوده في كندا أن يواصل عملية الإنجاب. إنها السلحفاة الملونة الغربية. كان هناك الكثير منها في كولومبيا البريطانية، لكنها تعتبر اليوم من الأنواع المهددة بالانقراض، ومع ذلك قد وجدت لها ملجأً آمناً في منطقة المستنقعات في بحيرة كوتيناي. غالباً ما تكون الأماكن القليلة في الشمس مكتظة فعلياً. يمكن لهذه الزواحف أن تعيش حتى عمر 30، وقد سافرت عدة كيلومترات إلى هذا المكان للعثور على شريك. الآن كل شيء يجب أن يكون سريعاً، وهذا ينطبق أيضاً على الإوز الكندي. تغير في المشهد بالنسبة إلى مجموعة من الصغار. في الأمام يتم إرشادها إلى الطريق، وفي الخلف يتم دفعها إلى الأمام حتى لا يضيع أي صغير منها. هل يغني طائر الشحرور صاحب الجناحين الحمراوين أغنيته الربيعية؟ أم أنه يريد تخويف السلاحف؟ لا أحد يعرف. على أي حال، هناك الكثير من الأمور التي تحدث في الربيع على ضفاف بحيرة كوتيناي. في يونيو تكون درجات الحرارة دافئة بما يكفي لزهر الكرز. السهول الفيضية لبحيرة كوتيناي خصبة للغاية. الناس يقتاتون من زراعة الفاكهة وتربية الماشية. في هذا الوقت دائماً ما يكون لسكان الوادي زائرين من الجبال. لا عجب بذلك بسبب العشب الطازج الغني بالبروتين بطول الدب. إنها وجبة قوية بعد فترة الجوع الطويلة طوال فصل الشتاء. بالنسبة لبعض الدببة لا يبدو أن العشب كافٍ، فهي تحاول الاقتراب من الإنسان وبالتالي الاقتراب من الخطر. هذا على الرغم من أنها لا تريد سوى العشب الطازج لأنها عاشبة وليست لاحمة. تأتي الدببة سنجابية اللون إلى الوادي الأخضر المثمر في الربيع منذ آلاف السنين، ومع ذلك فإن الطرق والمستوطنات في الوقت الحاضر تقطع مساراتها، فلا تتمكن الذكور والإناث من مناطق مختلفة من جبال روكي من العثور على بعضها البعض. يتم إنشاء مجموعات صغيرة ومغلقة من الدببة مع عدم وجود فرصة لتجديد المواد الجينية. لهذا السبب يبحث فريق من الباحثين عن الدببة عن المسارات القديمة، ويريدون منح الحيوانات حرية الوصول إليها. مايكل بروكتر رئيس مجموعة الأبحاث يهتم بإناث الدببة. سنصل إليها في دقيقة واحدة. قام الباحثون بتحسين وضع مصائدهم لسنوات عديدة. بهذه الطريقة يتأكدون من أنهم لن يتسببوا بأذية الحيوانات. نحن محاصرون في واد نصف طبيعي مع وجود منطقة إدارية فيه ونصف واد مستوطن من قبل البشر، وهذه حطمت ما كان يوماً أكبر منطقة آهلة بالدببة تاريخياً، والجبل بالطرقات الحريرية على اليسار الذي يحتوي على عقارات تاريخية عبارة عن عقارات محمية مهمة، ونحن نحاول أن نجمع من دارك وودز الدببة إلى جبال بورسل. نحاول تسهيل حركة الإناث في جميع أنحاء الوديان البشرية المستقرة. يريد مايكل بروكتر إنشاء مسارات مع الجسور والأنفاق عبر المنطقة المأهولة من أجل الدببة. تتمثل الخطة في أن الحيوانات يمكن أن تهاجر مرة أخرى بأمان،
كما فعلت منذ آلاف السنين. في الربيع إلى الأراضي العشبية في الوادي، وفي الخريف تعود إلى الغابات القديمة مسكنها الشتوي. في اليوم التالي ينبه مستشعر الحركة الباحثين لوجود دب في الفخ. الفريق متحمس لمعرفة ما إذا كان ذكراً أم أنثى. يتم تنويم الحيوان على الفور. إنه دب صغير، الأضراس جيدة جداً، والأسنان القاطعة رائعة. يطلعون مايكل على عمر الحيوان لأنهم يستمرون بالنمو طوال حياتهم. يبلغ عمره حوالي 7 سنوات. يجب أن يتم تركيب طوق الإرسال. في غضون 2 عامين سيفك بنفسه ويسقط. حتى ذلك الحين ستقوم الدببة بتحويل ما يكفي من البيانات إلى كمبيوتر مايكل حتى يتمكن العالم من معرفة المسارات التي تسلكها وأين تحب قضاء وقتها. لقد تأكد بالفعل أن العديد من الإناث التي تحمل أجهزة إرسال تستخدم نفس المسارات وأماكن الراحة. في أمان الليل ستترك أنثى الدب قفص اليقظة. من الآن فصاعدا ستكون تحت المراقبة. في ربيع كل عام يتم الإمساك بالكثير من الدببة. غالباً ما يتم وضعها في أقفاص النقل وأخذها إلى نقاط التجميع حتى يمكن العناية بهم بشكل مناسب. تنتظر الإناث المخدرة أجهزة الإرسال الخاصة بها. كل شيء يسير على ما يرام هنا. فريق مايكل بروكتر من ذوي الخبرة. يتعامل المحافظون على الدببة مع الحيوانات بعناية فائقة. يصدرون أقل قدر من الضجيج حتى لا يخيف الدببة. حتى وهي مخدرة يمكن أن تلاحظ بعض الأشياء. يجب منع عدائها وخوفها من البشر، وإلا لن يكون لهذه الدببة أي فرصة للعيش في وادي كوتيناي. قبل حصولها على جهاز الإرسال يتم أخذ وزن الدببة وفحصها. ١٣٣ تقريباً. يتم تسجيل حالتها الصحية وعمرها، والأهم من ذلك جنسها من أجل الإحصاءات. في هذا العام دخلت الإناث فقط وبعضها مع أشبالها إلى الفخاخ. الإناث الشابات فقط يحصلن على طوق الإرسال. الذكور لا تحصل على واحد منهم. بينما يتم أخذ وزن الأم، يتلقى طفلها الرعاية. الذكر الشاب الذي لا يحمل جهاز إرسال سيترك عائلته قريباً ليجد لنفسه أرضاً جديدة بعيداً عن والدته وإخوته من الإناث. الربيع يجلب هطول أمطار وفيرة. في مساكنها الشتوية أنجبت أنثى الدب السوداء صغارها. الصغار لا يخيفها البلل من الأسفل أو الأعلى. والدتها معها وتمنحها الراحة والحماية. النيس حيوان منعزل.
هذا الحيوان يبحث عن غطاء في شجرة أرز عملاقة، لكن الأوراق الجميلة لا تحميها من المطر. قريباً ستصبح رطبة. لا تشكل المسامير معطفاً جيداً للوقاية من المطر. فريسة للنسر الأجرد؟ لا، الأمر شائك جداً. الآن تغطي البقع الواضحة عند سفح الأشجار العملاقة طبقة خصبة من الأعشاب والشجيرات. سناجب الصنوبر هم البستانيون النشطون في الغابة، تبحث عن البذور وتجمعها وتحصدها، وبالتالي تنشر بذور الأشجار العملاقة القديمة والشجيرات الصغيرة. انتقلت عائلة من ثعالب الماء إلى مكان مناسب من الناحية الاستراتيجية، وقد التقطت بالفعل بعض الفرائس في المياه الضحلة. في مكان قريب جداً هناك طائر أبو زريق الذي يحاول الحصول على حصة من الصيد. بفضل وفرة المياه تجد حيوانات مثل ثعالب الماء التي هي من سكان الماء أكثر من الغابات تجد مسكناً في دارك وودز أيضاً. إنه مزيج الغابات القديمة والمسطحات المائية الكبيرة الذي يجعل هذه الغابة فريدة من نوعها. تشكل الأشجار العملاقة صورتها، لكنها أيضاً النباتات الصغيرة التي لا تكاد تكون مرئية والتي تحافظ على استمرار دائرة المياه في غابة الأمطار الباردة هذه. الطحالب بملايين براعمها وأوراقها هي خزان مياه مثالي. كما الأشنات تجمع المياه بآلاف الدلاء الصغيرة. في هذا المكان زهور الأوركيد كالجذور المرجانية المخططة هي نذير للربيع. الشجيرة الشوكية العملاقة هي نبتة الغابة الممطرة الباردة. يستفيد طائر حساس بالكاد يزن 4 جرامات، والذي لا تتوقع أن تجده في كندا من الزهور الفخمة في قاع الأرض، وهو الطائر الطناب. تتمتع الأنثى بألوان زاهية. رأس الذكر من ناحية أخرى يلمع في الضوء. دفقة من اللون مقابل خضرة للغابة. في فصل الربيع تصبح دارك وودز خزان المياه للمنطقة بأكملها. البط الغواص يحب وفرة الماء. إنه موسم التزاوج الآن، وقد بدأت مغازلة الإناث في الماء مع عرض حيوي. تتجمع المياه الذائبة والأمطار في الربيع لتكوين تيارات عميقة وتزويد الغابة حتى عمق الصيف.
هذا هو الوقت المناسب لجيري نيلستن حارس الأنهار في الغابة السوداء. إنه مسؤول عن الأنهار وعن الكائنات الحية فيها. حارس الأنهار هي مهنة موجودة فقط في كندا. هنا لا تزال الأنهار مليئة بالحياة البدائية. في أوروبا تسد السدود والخزانات معظم مجاري الأنهار، بحيث لم تعد الأسماك قادرة على الهجرة إلى أراضي التكاثر. كل عام يجب إعادة ملئها بالأسماك المستزرعة. في داركودز في كندا هذا غير ضروري. في شهر يونيو يصعد سمك السلمون المرقط، وهو أحد أكبر أنواع سمك السلمون المرقط في العالم، يصعد من بحيرة كوتيناي إلى الأنهار المحيطة للتكاثر. يحصي جيري الحيوانات في قطاعات النهر الفردية. حسناً، لا يوجد الكثير هنا اليوم. رأيت سمك سلمون مرقط يبلغ طوله 30 سنتيمتراً ويحاول شق طريقه، في اعتقادي أنه صغير للوصول إلى هنا هذا العام، ربما في العام القادم. هناك الكثير من سلمون قوس قزح المرقط هنا. في الأسفل معظم سمك السلمون المرقط بانتظار أمطار متفرقة أخرى حتى يرتفع منسوب المياه، عندها فقط يمكنه اجتياز الممر الضيق. ومع ذلك لا يزال هذا عملاً فذاً من القوة والتصميم المذهلين لسمك السلمون الثور لإتقان المرور عبر هذه المنحدرات الصخرية شديدة الانحدار. هذا الغزال الجبلي النادر لديه شباله الصغيرة أيضاً. بصرف النظر عن سكان الغابات الدائمين، هناك أيضاً بعض القادمين الجدد. الديوك الرومية البرية انتقلت إلى داركودز قبل بضع سنوات فقط. ارتفاع درجات الحرارة في جنوب كندا يغريها للانتقال شمالاً نتيجة لتغير المناخ. الآن وصل الربيع إلى الجبال أيضاً. هنا بالكاد يستمر لمدة شهر. إدريان ليزلي عالم نباتات ويعتني بالأشجار في داركودز، يولي اهتماماً خاصاً لصنوبر اللحاء الأبيض. الشجرة مهددة بالانقراض وتجد أحد ملاذاتها الأخيرة في الجبال هنا، يحاول إعادة توطينها يدوياً. تنمو هذه الشجرة ببطء شديد وتحتاج إلى مناخ قاسٍ، لكن تغير المناخ قد يكون قريباً أمراً مزعجاً. يتسبب البرق في المزيد من حرائق الغابات، لأن بعض المناطق في داركودز تصاب بالجفاف بسبب عدم هطول الأمطار. يكتشف إدريان أيضاً البقايا المتفحمة لصنوبر اللحاء الثمين، لكن الحرائق ليست التحدي الوحيد لهذه الشجرة الخاصة. في الوديان العالية في داركودز تشكلت العشرات من البحيرات، على عكس جبال الألب يبلغ طول الخط الشجري حوالي 2000 متر. على عكس جبال الألب فإن جبال روكي ليست فجوة جوية، لذلك تصل الرياح الدافئة إلى المناطق المرتفعة. في فترة الصيف القصيرة تتحول المراعي الجبلية إلى جنة طبيعية. يجب أن يسرع طائر الصهيوج مع ارتفاع صوت فراخه. يستمر الصيف في غابة داركودز حوالي 6 أسابيع فقط. في فترة الربيع القصيرة تبحث الكثير من الفراشات أكثر مما يمكن أن نتوقع عن رحيق في الجبال المرتفعة. لدى المرموط بضعة أسابيع فقط حتى يسمن.
هنا ضربت الخنفساء قبل بضع سنوات. إنها التحدي التالي لصنوبر اللحاء الأبيض النادر، لا يمكن الاستغناء عنه في الارتفاعات العالية لأنه يستقر على المنحدرات ويبقي الأرض رطبة. تلك التي نجت من الخنفساء تعرضت الآن للتهديد من قبل عدو مستورد. معظم أشجار الصنوبر عاجزة وتقع تحت رحمتها. هذه شجرة صنوبر لحاء أبيض عمرها 20 عاماً ومصابة بداء الصدى. يمكنك رؤية الفطريات هنا، وبالتالي تشكلت الفطريات كما الجراثيم على إبر الفرع وشقت طريقها إلى هنا وأنتجت هذه الأشياء التي تراها. هذه الجراثيم والفطريات ستقتل كل شيء في الأعلى وتستمر في النزول حتى تقتل الشجرة كلها هذه السنة أو السنة القادمة. ومع ذلك لا يبدو أن جميع الأشجار مهددة. حتى الآن لم تستسلم بضعة مناطق في غابات الجبال إلى خنفساء اللحاء ولا للفطريات. يبدو أن الأشجار هنا تمتلك مرونة خاصة للغاية. لولا كسار الجوز ما كانت لتنجو حتى هذا الوقت. في الخريف يجمع البذور ويخفيها، لكن الطيور لديها أيضاً ميل إلى نسيان عدد قليل من المخزونات، وبالتالي عن غير قصد تنتشر الشجرة النادرة. الآن في فصل الصيف لم تنضج الأكواز بعد، ويفضل كسار الجوز الاستفادة من وجبة البروتين على شكل نحلة طنانة. إنها أواخر الصيف، الآن حان وقت سمكة خاصة جداً أن تقوم برعاية صغارها. عادة يسافر السلمون من البحر إلى مناطق التفريخ في الأنهار، ولكن خلال العصر الجليدي الأخير وجد سمك السلمون في المحيط الهادئ طريقه للعودة إلى البحر مقطوعة. وهكذا في السنين التالية تطور سمك السلمون المقفل في بحيرة كوتيناي إلى سمك سلمون كوكاناي، سلمون المياه العذبة الأحمر. مثل أسلافه المحيطين في أواخر الصيف يسافر أيضاً باتجاه مجرى النهر إلى الأنهار المحيطة للتفريخ. في قطيع مائي كبير ينتظر الآن عند مصبات النهر حتى يرتفع منسوب المياه بدرجة كبيرة. يقوم جيري نيلسون سيد أنهار داركوودز بجولة تفتيشية أخرى. بداية المطر هي إشارة لجري السلم. تعرف الحيوانات الأخرى أيضاً معنى هطول الأمطار وتسافر إلى النهر لصيد بعض الأسماك. على طول طريقها التوت هو الطبق الرئيسي، توفر الفاكهة السكر لحشو دهون الشتاء. ينتظر النسر الأجرد وصول سمك السلمون بفارغ الصبر، سوف يزوده باحتياطي مهم من الطاقة لأشهر الشتاء الضئيلة. مستوى المياه في أنهار التفريخ مرتفع الآن بما فيه الكفاية. سمك السلمون الأحمر قادر الآن على اجتياز المنحدرات والحواجز الصخرية. يخرج في مجموعات مدفوعاً برغبة التكاثر. تصل الدببة السوداء في وقت مبكر إلى مناطق تفريخ السلمون الأحمر للحصول على حصتها قبل أن تصل الدببة الرمادية إلى هناك. تأكل السمك في الغابة وتترك البقايا وراءها. يمكن أن تتحلل بعض الطحالب إلى البروتين الحيواني. بهذه الطريقة يخصب السلمون الغابة. بصراحة يبدو أن النسر يدعو الجميع إلى مأدبة كبيرة. تتقدم الدبابة الرمادية بطريقة متخفية، إنها تعلم أنه لا يزال هناك ما يكفي للجميع. لكن عدد سمك السلمون في الأنهار المحيطة ببحيرة كوتيناي انخفض بشكل كبير. لقد أصيب السلمون وأنواع أخرى من الأسماك بفيروس. في هذه البقعة الضحلة توجد فقط بضع مئات من سمك السلمون،
إنها قليلة جدا. قبل بضع سنوات كانت هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف في نظام النهر بأكمله، لكن لا يزال هذا كافيا لممارسة الصيد بالنسبة لهذا النسر الشاب. لم يعد على الوالدين إطعام أطفالهما بعد الآن، لكن هل يقتسمان الطعام مع شريكها؟ لا، لماذا يجب عليهما ذلك؟ النسر الأصلع لم يعد يصطاد بنفسه الآن، إنه يجمع ما تركته الدببة خلفها من السلمون. كل يوم تستهلك الآلاف من السعرات الحرارية ويتم تحصينها لفصل الشتاء. في فصل الخريف هناك اختلاف كبير في درجة الحرارة بين بحيرة كوتيناي والجبال. يجلب الضباب الرطوبة والثلوج إلى داركودز. القسم السفلي من الغابة يموت تدريجياً. يتم إرجاع كل شيء عضوي إلى الأرض. لا يضيع شيء. بهذه الطريقة تعيش الأشجار العملاقة القديمة وتنمو الغابات البكر الجديدة. تجري عالمة الخفافيش كوريلاوسن آخر فحص لها في مناجم الذهب والفضة قبل حلول الشتاء. كما هو الحال دائماً، ترتدي بدلة واقية وسيتم إحراقها بعد انتهاء المهمة. إنه إجراء احترازي لأن الخفافيش قد تكون مريضة. كوري تريد تجنب انتشار المرض إلى الكهوف الأخرى. على عكس الربيع، ليس من الخطر الآن الدخول إلى الكهوف وأنفاق التعدين، حيث إن الماء لم يتم تجميده بعد. لاحظت كوري أن بعضاً من تلك التي ترشدها موجودة بالفعل في مساكنها الشتوية. أول انطباع لها هو أنها تبدو صحية. بشكل دوري خلال فترة السبات الشتوي ستخرج الخفافيش بالفعل وتبدأ في الطيران. لا نعرف لماذا يفعلون ذلك، فقد يكون ذلك في مناجم كهذه، فهي تطير بحثاً عن زملائها، وقد تطير أيضاً بحثاً عن بعض الطعام. نظراً لأن الخفافيش تأتي أيضاً من مناطق بعيدة حيث تنتشر الأمراض لبعض الوقت، فإن كوري على أهبة الاستعداد. إذا عثرت على حيوانات مريضة تقوم كوري بوضعها في الحجر الصحي في فصل الشتاء. هناك فطريات امتدت إلى أمريكا الشمالية الغربية والتي من شأنها أن تنمو خلال فصل الشتاء على الأجنحة وعلى وجوهها. يطلق عليها متلازمة الأنف الأبيض في شرق أمريكا الشمالية. قتلت متلازمة الأنف الأبيض في الواقع ملايين الخفافيش، والآن في غرب أمريكا الشمالية نأمل فقط ألا يتم تدمير هذه الأنواع التي تميز غرب أمريكا الشمالية بأعداد كبيرة بسبب هذه الفطريات الغازية. حتى الآن لا يظهر سكان داركودز أي علامات للمرض القاتل. الخريف له وجوه عديدة. الصيف الهندي في داركودز أحدها، وشجرة الأركس الصفراء الذهبية هي شعاره. أشجار الأركس هي الأشجار الصنوبرية الوحيدة التي تسقط إبرها عندما يقترب فصل الشتاء. إنها تحميها من الهلاك في البرد وتوفر الطاقة. الآن حان الوقت لمساعد الصنوبر الأبيض الصغير. يحطم كسار الجوز كلارك بحماس بذور شجرة شريكه. عليه الإسراع ودفن احتياطاته الشتوية تحت الأشجار قبل أول تساقط للثلوج، وبالتالي نثر البذور لجيل جديد من الصنوبر الأبيض. حان الوقت لأدريان ليزلي لفحص أشجار الصنوبر البيضاء. لديه خطة عن كيفية إنقاذ الأشجار من الفطريات الخطيرة
التي تهددها في داركوودز أيضا. في فصل الربيع وضع إدريان بالفعل أكياسا صغيرة فوق الأكواز بحيث لا يمكن للطيور أو السناجب جمعها. يبدو أن بعض الأشجار التي كان يتم الاعتناء بها من قبل حراس الغابات الألمان تتحدى الفطر الخطير. إدريان يريد جمع بذورها. الشتلات الناتجة هي مستقبل الصنوبر النباح الأبيض. هذا مخروط ناضج لأنه جاف جدا ويمكنك قطع هذه المسامير، ثم تحت كل مسمار توجد بذرتان صغيرتان. يمكن أن تلاحظ أنها ناضجة لأنها سقطت، وبالتالي ستنمو في موطن أخطر خلال السنوات القادمة، وسنزرع هذه البذور في موقع إحياء هنا في داركوودز. إذن من هذا المخروط سنحصل على ما يقرب 50 أو 60 بذرة، وإذا كنا محظوظين سنحصل على 40 بذرة صغيرة من هذا. يأمل إدريان في الحفاظ على صنوبر اللحاء الأبيض على الأقل في داركوودز. إنه واحد من مساكنها الأخيرة في جميع أنحاء العالم. بعد 3 إلى 4 أسابيع فقط من الخريف يصبح الجو بارداً، وترسل منطقة المحيط الهادئ غيوماً وثلوجاً كثيفة إلى داركوودز. وصل الشتاء. تبدأ أشهر وأشهر من البرد والحياة في العوز. بالنسبة للغزلان صاحبة الذيل الأبيض فإن الفرار شاق مجدداً. هي والأيائل ليست جيدة بشكل خاص في التكيف مع الثلوج العميقة، يجب عليها البقاء في الوادي. لنحو 9 أشهر ستعيش خارج لحاء الشجر والنباتات المجمدة. تعرف الذئاب كيفية الاستفادة من هذا. لكن بالنسبة إلى الأيائل الجبلية الثلج ليس مشكلة. لقد تركت منذ فترة طويلة الجبال العالية إلى مكان حيث هي الوحيدة التي تجد طعاماً خاصاً جداً، بعيداً عن الذئاب في الوادي. آخر أيائل جبلية تشق طريقها إلى أشجار الصنوبر في غابات الجبال، تلك التي يرتبط بها كسار الجوز كلارك المهدد بالانقراض. عمل كسار الجوز على حفر مخزون البذور التي أنشأها في الخريف. الصنوبر والطيور فريق حتى في فصل الشتاء. في هذه المنطقة كانت هناك وفرة من البذور، ولكن مع صنوبر اللحاء الأبيض يختفي كسار الجوز أيضاً، لكنه ما زال يساعد بعض الصنوبر الصحي على البقاء. الطيور ذكية. نحن نعلم أنه يمكنها تذكر أكثر من 30,000 مخبأ، ولكن مع معضلة الصنوبر الحالية لم يتم إنشاء الكثير منها. لا يوجد سوى عدد قليل الآن، والمتنافسون يراقبونها. شاهد الغراب كسار الجوز يبحث، وهو الآن ينهب مخزنه. يأوي صنوبر اللحاء الأبيض كائناً حياً، والذي بدوره يضمن بقاء الأيائل الجبلية على قيد الحياة. من أجل هذه الأشنات غير الواضحة والكائنات الهجينة الغامضة بين الفطريات والطحالب، تقوم الحيوانات برحلات لعدة أيام عبر التلال الثلجية العميقة على ارتفاع أكثر من 2000 متر. هنا
لا يوجد حيوان أكبر سينافسها على هذه المتعة البروتينية. لكن الأوشنات تنمو فقط على الأشجار القديمة، إنها تحتاج إلى عقود عديدة لتنمو بهذا الحجم الكبير. الغابات القديمة في داركوودز تؤمن لها مكاناً شاهقاً مع ما يكفي من الضوء. معظم الأوشنات معلقة على الأجزاء الوسطى، يكون الثلج كقاعدة تصل بها الأيائل الجبلية إلى هذا الارتفاع. غابات الأوشنا القديمة الموجودة في غابات داركوودز هي الأساس لبقاء المجموعات الصغيرة المتبقية من الأيائل الجبلية على قيد الحياة. آخر الأيائل الجبلية في أمريكا الشمالية هي مثال على أهمية الحفاظ على أصالة جبال داركوودز ومناطق البحيرات الطبيعية. بفضل عنايتها الفائقة بالغابة، استطاعت عائلة فورتنبرغ النجاح في ضمان ذلك لعدة عقود. إن هدف المالكين الجدد، جمعية الحفاظ على الطبيعة الكندية، يتجاوز ذلك. يريدون إعادة تحويل الغابة إلى غابة برية. معاً ستشكل الغابة القديمة والجديدة منطقة لا تقدر بثمن بالنسبة للعديد من الحيوانات النادرة. السحر الغني لداركوودز الكندية.